السلام عليكم. أنا في مدينة بينها وبين شيكاغو حوالي ساعتين، كنت جاي هنا في رحلة عمل، قلت أقف أصور شوية في بارك مدينة اسمها واكيشا في ويسكونسن. ويسكونسن دي ولاية جنب شيكاغو. المهم، ساعات بيجي لي أسئلة من ناس جاي لهم عرض عمل في أمريكا، بيبعتوا لي عرض العمل مكتوب بالانجليزي وفي تفاصيل الوظيفة والمرتب، واللي بيجي له عرض العمل ده طبعا بيقولوا له ادفع مصاريف معينة عشان التأشيرة بتاعت امريكا تجي لك. فالناس بتسألني هل ده حقيقي ولا نصب. فيعني الرد السريع هو ان لو عندك شك 1% انها نصب، يبقى هي 100% نصب، لان عروض العمل في امريكا في شركة امريكية للناس اللي برا امريكا، البروسس بتاعها والطريقة اللي بتتعامل بيها لو هي فعلا حقيقية عمرها ما هتخليك تشك فيها، لان الموضوع مش بسيط. يعني الموضوع بياخد اجراءات طويلة، يعني اجراءات واضحة جدا ان هي مش نصب. كمان قليل قوي ان شركة امريكية تبعت لحد من بره امريكا عشان وتدي له عرض عمل بره امريكا. فلو اي وظيفه يقول لك هوتيل، اي وظيفه مش محتاجه خبرات يعني نادره قوي، والناس اللي جاي لها عرض العمل ده غالبا بيبقى نصب. وخد بالك، لان غالبا الفلوس هتبعت فلوس الله اعلم بيطلبوا من الناس كام، 200 300 400 دولار. كل دي للاسف بتضيع على الناس اللي بيقعوا ضحيه للنصب ده. يعني على سبيل المثال، انا اعرف بس حالة واحدة لحد كان برا امريكا وجاله عرض عمل جوا امريكا، وده كان واخد دكتوراه اساسا من امريكا، وبعدين بعد ما خد الدكتوراه من امريكا راح جاله عرض عمل في الخليج في شركة كبيرة، وبعدين بعد كذا سنة جاله عرض تاني عمل في شركة امريكية. بس زي ما قلت، هو معاه دكتوراه من امريكا وفي مجال، يعني ايه، مجال متخصص في امريكا. عشان تبقى الصوره واضحه للناس، في ناس هنا كتير جدا، يعني الاشغال البسيطه اللي هي لا تتطلب خبرات متخصصه قوي، الناس هنا كتير جدا، يعني مهاجرين كتير، والشغل ده مفيش اي شركه هتجيب حد من بره امريكا عشان شغلانه مش يعني شديده التخصص، والناس اللي عندهم الخبرات بتاعتها مش موجودين بسهوله جوه امريكا. وطبعا الوضع بيبقى الحصول على التأشيرة مش مجرد انك انت تبعت ورقة للصفاء، يعني الموضوع بيبقى اطول من كده وفي تفاصيل كتير قوي، يعني اكثر تعقيد من الناس اللي بتجيلهم الجوابات والتليفون، يكلم حد على التليفون مرة واحدة يقول انا من السفارة ولا حاجة. فارجو الناس تاخد بالها من الموضوع ده. زي ما قلت، اي عرض عمل من امريكا ما تصدقوش، ما تدفعش اي فلوس فيه. لو هو عرض عمل حقيقي مش هيبقى عندك اي شك، لان غالبا لو جالك عرض عمل حقيقي معنى كده انك انت في تخصص يعني نادر، وعندك عندك خبرات مميزة جدا مش موجودة في امريكا. وفي الحالات دي غالبا بيبقى مش هيبقى عندك اي شك ان هي نصب، لان الموضوع بيبقى واضح يعني. فارجو الناس تاخد بالها، وارجوك ما تدفعش اي فلوس للناس اللي بيقولك جالك عرض عمل، وما تضيعش حتى وقت في الكلام معهم. اللي يقول لك، اللي بعت لك يقول لك عرض عمل اوتيل ولا مش عارف ايه، حتى الوقت اللي انت هتضيعه في الموضوع ده خساره عليك. فيعني ما تضيعش وقتك وما تضيعش فلوسك.